بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية بدأنا في شرح البرينيتال اسسمنت من شابتر 6، ووصلنا طبعا لعند موضوع الابورشن. ان شاء الله اليوم هنبدأ في الابورشن ونكمل. طبعا حكينا عن الانتينيتال اسسمنت، والهدف منه انه نفرز الستات الى لو ريسكي وهاي ريسكي، وحكينا عن الزيارات والبوكينج، عملية البوكينج. حكينا عن الفسيولوجيكال تشينجز اذا كان سيفير كيف احنا بدنا نحلها عند هذه الستات. حكينا عن بعض الشغلات اللي بتصير مع الست الحامل زي مشاكل البليدنج. طبعا وصلنا للكوز تبع البليدنج، اذا كان البليدنج في اول 24 ل 28 اسبوع حكينا ممكن يكون suspected miscarriage اللي هو يعني abortion بمعنى اخر، او induced abortion abortion حتمي، ectopic pregnancy حمل خارج الرحم، molar pregnancy. اذا بعد 24-28 اسبوع ممكن يصير مع الست placenta previa، abruption placenta، rupture uterus. طبعا هذه المصطلحات كلياتها احنا راح نشرحها مع بعضينا. اذا البليدنج اجا في فترة الميلاد، في الفترة اللي فيها ميلاد، ممكن يكون suspected atonic uterus انه ما فيش contraction في اليوترس، في ريتيند بلاسينتا فراجمنت اللي هي اجزاء من البلاسينتا ما زالت موجوده، رابشر يوترس انه صار انفجار في الرحم، تير اوف ذا جينيتال تراكت اور اوكيشن ان انفيرتد يوترس انه صار عندنا انجر في السيرفكس في الفاجينا، او انه صار انفيرتد يوترس انه الرحم منقلب طلع لبرا الرحم. في كل هذه الحالات تبعت البليدنج حنوصل لحاجه اسمها برايمري اور سكندري بلاد كلوتينج ديس اوردر. في النهاية حنوصل لحاجة اسمها DIC Disseminated Intravascular Coagulation، يعني كل البليدنج بأنواعه بأشكاله حيوصلنا للDIC كمرحلة كمحصلة نهائية. الأبورشن اللي هي الإجهاض Deliberate Termination of Pregnancy Before the Fetus is Viable، يعني إنه بصير تنزيل للبيبي قبل ما يوصل الفيابل. الفيابل قلنا 20 أسبوع، يعني إنه الست بتنزل البيبي قبل 20 اسبوع. طبعا الكلينيكال بيكتشر تبعت الابورشن بليدنج، ست بنزل عليها بلاد، لور ابدومينال بين، بارشل اكسبالجن اوف برودكتس اور كونسبشن. الكلينيكال بيكتشر بليدنج انه في فاجينال بليدنج، لور ابدومينال بين، في عندنا كونتراكشن، partial expulsion of products of conception يعني في اجزاء من الحمل نزلت، dilated cervix انه cervix open، smaller uterus than expected for gestation، يعني لو انا اجيت اقيس عمر الجنين بالاسابيع حلاقيه، يعني مثلا الست حامل 20 اسبوع لو اجيت افحصها مش حلاقيه على الامبلايكال ليفل، حلاقيه اقل من الامبلايكال ليفل انه البيبي ميت. الانسيف ابورشن اني انا اعمل ابورشن للست في ظروف انسيف، سواء كانت من ناحيه عدم توفر السكيلفول بيرسون او السيفتي انفايرومنت غير موجوده. قال انسيف ابورشن فيها شغلتين، بيرسون وانفايرومنت، البيرسون ان كواليفايد والانفايرومنت انسيف نوت ميت مينيمال ميديكال ستاندردز، يعني السيفتي غير موجوده نهائي. الريسك فاكتور، اكتر ريسك فاكتور للابورشن انه الست يكون عندها كونجيتال ستراكشر ديفكت، انه البيبي عنده ستراكشر ديفكت. ومشان هيك احنا حكينا الستات ضروري جدا ياخذوا الفوليك اسيد في بدايات الحمل، لانه بيمنع الكونجيتال ستراكشر ديفكت وخصوصا النيورال ديفكت البرين ديفكت، يعني النيورال ديفكت حتقل بنسبه كبيره في وجود الفوليك اسيد. وقلنا جرعه الفوليك اسيد 400 مايكروغرام، 400 مايكروغرام 0.4 ملغرام، 400 مايكروغرام 0.4 ملغرام ديلي. لو بروجسترون، احنا حكينا المسؤول عن تثبيت الحمل هو البروجسترون، الان ما فيش بروجسترون كافي، الكوربس اليوتيوم ما بيفرز بروجسترون كافي، فبصير الست ريسكي تو ايش ابورشن. ار اتش انكومباتيبلتي، الار اتش انه المذر عندها ار اتش نيجاتيف والبيبي ار اتش بوزيتيف، اول حمل بيمشي لكن الحمل الثاني بصير له ريجكشن وبصير ابورشن.
طب كيف نحل مشكلة الـ R اتش incompatibility؟ إذا كانت الست R اتش نيجاتيف وابنها R اتش موجب، بدنا نعطي حاجة اسمها أنتي دي. أنتي دي، الأنتي دي هاد بتنعطى في أول 72 ساعة بعد الولادة، الهدف منها منع الريجكشن في الحمل القادم. طبعا الآن الست صار لها أبورشن، أنا مش عارفة هل الباب اللي عملت له أبورشن R اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف، فأنا أي حالة من حالات البليدنج أو الأبورشن أو حتى مورا البريجنانسي أو اكتوبكي بريجنانسي، أي نوع من أنواع الفقد أوف، إيش هنسوي؟ إذا كانت ست آر اتش نيجاتيف بدي أعطيها أنتي دي، بدي أعطيها أنتي دي عشان نمنع الريجكشن في الحمل القادم. أندر نيوتريشن، الست ما فيش عندها تغذية جيدة، يعني مش قادرة تقوم بحالها، بدها تقوم في بيبي. الدراجز، في بعض العلاجات بتدخل من خلال البلاسنتا بلاد بارير، فانا بدي انتبه لهذه العلاجات، انه في بعض العلاجات ممنوع منعا باتا تنعطى في اثناء الحمل. طبعا اي علاج تاخذه الست بده يكون اندر بريسكريبشن، لازم الطبيب يوصف لها اياه. الانفكشن، في عندنا الروبيلا فاكسين، اذا اخذته قبل الحمل 3 شهور بصير عنده ديفنس كونجيتال هارت ديزيز، يعني كونجيتال ستراكشر ديفكت، فبالتالي تؤدي لايش؟ الابورشن. في عندنا بعض الانواع الانفكشن زي اليو تي اي، زي الفاجينايتس، اندومترايتس، كل هذه الانفكشن ايش بتعمل؟ ديكريز للبروجستيرون، وبالتالي لما بقل البروجستيرون حيصير ابورشن، هتعمل البروستاجلاندين حيزيد نتيجة الانفكشن، فهذا حيؤدي ل يوتراين كونتراكشن وسيرفايكال دايليتيشن. لذلك بدنا نحافظ انه الست انها دايما ما يكون عندها انفكشن. انواع المسكرج، في عندنا ست انواع. اول حاجة ثريتنينج مسكرج، انه الست عندها حمل مهدد، حمل مهدد يعني البيبي عايش ولا والسيرفكس كلوزد، لكن ممكن يصير عندها ايش؟ تنزيل، لانه في شويه بليدنج، بريجنانسي مي كونتينيو لايت فاجينال بليدنج. لايت فاجينال بليدنج، في عندها لور ابدومينال بين، خفيف الابدومينال بين. طبعا لو انا عملت لها بي في هلاقيها سوفت يوتراس اللي هي الهيجر ساين، هيجر ساين. طبعا هنلاقي انه الحمل متناسب مع ايش؟ الاخر منستريويشن، السيرفكس كلوز. هاد الست اللي ثلثني مسكرج جاست الها فولو اب، بدي اعملها بس فولو اب مشان اشوف النزيف توقف ولا ما توقفش فقط لا غير. انفيتابل مسكرج يعني اجهاض حتمي، اجهاض حتمي. طبعا طالما انه الاجهاض حتمي يبقى السيرفكس اوبن، واجزاء من الجنين ممكن يلاقيها في الفاجينا. طبعا كيف بدنا نعملها دايجنوستس؟ بدي اعملها الترا ساوند، هل البيبي نزل كله ولا ضايل منه اجزاء. طبعا الانفيتابل مسكرج ممكن يكون كومبليت اور ان كومبليت. الريكرنت هابيتشوال ابورشن، تيجي الست عندها بليدنج، اي ست والله الحمل هالك، طيب صار عندك قبل هيك تنزيل؟ نزلت المرة الفات 3 مرات او 4 مرات. طب كل مرة قديش بكون عمر البيبي؟ 10 اسابيع او 11 اسبوع، يعني حوالين بعضهم الاسابيع. اذا نزلت الست 3 مرات فما فوق متتاليات في نفس العمر الجنيني بنسميها recurrent habitual abortion. incomplete miscarriage، incomplete يعني غير كامل، يعني انه في اجزاء من البيبي نزلت وضايلة اجزاء. طبعا حيكون عندها bleeding greater than menstruation، عندها bleeding heavy bleeding. طبعا passage of clot or fetal tissue and very degradation of lower abdominal pain. طبعا في contraction عند الست، في عندها bleeding، في عندها clot و fetal tissue نازلة. bleeding can vary in severity، طبعا bleeding حسب قديش الأجزاء النازلة من البيبي. إذا ضايل أجزاء من المشيمة فقط هيكون البليدنج كتير. السيرفكس ممكن يكون open or closed. طبعا مع الراحة
ممكن يخف البليدنج. Bleeding has reduced and almost stopped products of conception are partially expelled. لما بيطلع البيبي او الانسجة تبعت الجنين حايش حيقل البليدنج، لانه البروستاجلاندين حتشتغل شغلها وحيصير كونتراكشن مع الاوكسيتوسين، حيصير ايش فازو كونستريكشن، فيقف البليدنج. كومبليت مسكرج طبعا هذه مريحة، كل الجنين بالبلاسنتا بالممبرين نزلت وفي open cervix وفي bleeding حيقف طبعا مباشرة بعد المسكرج، لأنه خلاص البيب والبلاسنتا طلعوا. كل أنواع المسكرج التشخيص تبعها عن طريق الألتراساوند، عن طريق الألتراساوند. مسكرج رايحة normal exam تتطمن كيف صار البيبي عندها وما شاء الله ورايحة مبسوطة، بقولها الدكتور من متى ما حسيت بالحركة بتبلم. احنا قلنا قبل 20 أسبوع، يعني ممكن الست تحس ممكن ما تحس بالحركة. احنا حكينا الستات المالتي على 16 أسبوع بحسوا الكويكنينج، لكن البرايمي على 20 أسبوع الكويكنينج، يبقى من 16 لـ20 أسبوع هي الكويكنينج. فالآن الست رايحة تطمن فبقولها البيبي هالك. طبعا إذا قالها البيبي هالك فيتال ديمس يعني هالك، حيستنى عليها لحد ما تنزل لحالها، ما نزلت حيروح يعطيها علاج مشان ايش ينزل لها الجنين. المانجمنت تبعت المسكرج في عندي 3 يعني برود ميثود. اكسبكتانت ميديكال سيرجيكال، اكسبكتانت من اسمها فولو اب، نو ميديكال اور سيرجيكال انترفينشن، جاست فولو اب. يعني بدي اعملها الترا ساوند، بدي اعملها بعض البلد سكريننج، بدي اعملها بعض التحاليل مشان اطمن على وضع الست، هل وصلت لدي اي سي ما وصلتش لدي اي سي، فقط فولو اب. ميديكال بدي اعطي علاجات مشان انزل البيبي، وغالبا لما بكون السيرفكس كلوزد ومش راضي ينزل الجنين بنعطي بروستاجلاندين. كل انواع الطلق الصناعي اغلبها بغالبها التكوين الاساسيه تبعتها هي البروستاجلاندين. البروستاجلاندين بيعمل كونتراكشن. سيرجيكال انه بدي اعمل عمليه، العمليه اسمها دي اند سي دايليتيشن اند كروتاج، انه انا بدي اوسع للست وكحت لها وانظف اليوتراس من بواقي الجنين. طبعا الدي اي سي بتنعمل اندر جنرال انستيزيا. في عنا هالجيت حيمر علينا شغلتين، حاجة اسمها ابرابشو بلاسنتا وحاجة اسمها بلاسنتا بريفيا. بدي تركزوا في شغلتين مهمات جدا، لون الدم في الابرابشو بلاسنتا بيكون دارك اور كونسيلد مخفي. طبعا الابرابشو بلاسنتا اللي هي بري ماتيور سيباريشن اوف نورمال سيتويتد بلاسنتا، يعني الان احنا حكينا وين البلاسنتا مكان انزراعها، في الفندس اوف يوتراس، يعني في الجزء العلوي من اليوتراس. الان ما شاء الله البلاسنتا في مكانها ومحلاها. بعد 20 أسبوع، بعد 24 أسبوع تقريبا، يعني في الاواخر الحمل، الست بصير عندها ابدومينال بين او بصير عندها بليدنج. ايش فيه؟ بتروح الست بتلاقي ايش البلاسنتا صار لها بري ماتيور سيباريشن، والسيباريشن ممكن يكون كومبليت او بارشل. كيف يعني؟ ان البلاسنتا كلها تنشال من جدار الرحم فبموت البيبي، بصير عند الست انترنال بليدنج، هاي خطورتها، بتكون فيتال على المذر وعلى البيبي. ممكن تكون مارجينال ابرابشو بلاسنتا. ايش يعني مارجينال؟ يعني الاطراف تبعت البلاسنتا مشبكه لكن من الوسط مفصوله. لما بتكون مشبكه من الاطراف ومفصوله من الوسط، الكو تتخيلوها زي حاجه معلقه، الاطراف شابكه ومن النص فالته، فبصير concealed bleeding. concealed يعني مخفي، bleeding نزيف مخفي. طبعا بتكون فيتال لانه كميه البلد الواصله للجنين اقل من الاول، وبصير عند الست internal bleeding برضو بتكون fatal على الست. فهالآن
الابرابش بلاسنتا بريماتور سيباريشن اوف نورمالي سيتويتد بلاسنتا. نوع البلاد بكون كونسيلد اور ريفاد، يعني كونسيلد مخفي، ريفاد يعني بنزل، وبيكون لونه دارك، دارك بلاد، دارك ريد، دارك براون. يعني كلمة دارك مهمة. بينلس البليدنج ويتش كان بي كونسيلد اور بي اسوشيتد وذ فاجينال بليدنج. طبعا كل ما تقدم الابرابشو والانفصال بزيد الكونتراكشن وبزيد البليدنج وبصير تونيك كلونيك للابدومن وبصير انتينال هومرج. يبقى خطورة الابرابشو بلاسنتا في الانتينال هومرج. السن والسيمتومز تبعتها بينفول فاجينال بليدنج، بصير عندنا ريجيد ابدومن، شوك، ري اشورن فيتال ساينز انه بصير الفيتال ساينز اختفت لانه في كت بلاد سبلاي. طبعا اهم اشي عندي انه بصير عندي ست شوك وانترنال بليدنج، شوك كبدايات بعدها يعني ايش بتوصل لمرحلة كومبليت بليدنج. يعني الريسك فاكتور تبعت الابرابش بلاسنتا الست المتقدمة في العمر، يعني الست عمرها 40 39 سنة 35 سنة فما فوق بتكون ريسكي. الستات الكبار ريسكي يصير عندهم ابرابش بلاسنتا، الست الكبيرة ريسكي للابرابش بلاسنتا. ماتيرنال هايبرتنشن، الست اللي عندها هايبرتنشن، اي ست عندها هايبرتنشن بتكون ريسكي للابرابش بلاسنتا، سيباريشن للبلاسنتا. التروما اخذت لها تروما فبصير سيباريشن في البلاسنتا. النيرسينج رول اول حاجة الست عندها شوك، عندها بليدنج، ايش بدي اسوي؟ بدي احطها على اكسجين، بدي اطلب الهيلبينج من الاذر، بدي اطلب مساعدة الطبيب، بدي اركب لها كانيولا، بدي اسحب لها كروس ماتشنج وسي بي سي، بدي احط لها كانيولتين مش كانيولا واحدة، بدي اطلب 4 وحدات بلاط و4 وحدات بلازما، بدي اركب لها فولي كاثيتر لانه يعني بدها تدخل عمليات سريعة، وتحضيرات العمليات بشكل كامل. يبقى النيرسينج رول في حالة الابرابشو بلاسنتا بدي اشوف الساين والسيمتوز، هل في عندها اعراض الشوك ولا ما عندهاش، بدي اشوف الفيتال ساين كاملة، الفيتال هارت ريت، هل البيبي لسه ما زال حي ام لا، اذا كان حي بدي اسرع ولادة الست باسرع ما يمكن للحفاظ على حياة البيبي وحياة الام، بدي اشوف البليدنج لونه والكمية ومن متى والامور هاد، بدي اشوف البين، هل في كونتراكشن ولا فيش كونتراكشن، اليوتراين اكتيفيتي، الانتيك والاوتبوت مهم لانه بعطينا انديكيشن لوين وصلت الست لحالة الهايبوفولوميك شيك. لازم اليورين اوتبوت تكون اكتر من 30 سي سي بير اور. بدي اشوف السيرم ستاتس، بدي اعملها تحاليل دي سي دي اي سي ديسمينيت انترا فاسكولار انترا كواجولي ديسمينيت انترا فاسكولار كواجولي، بدي اشوف البي تي والبي تي تي، بدي احط البيشنت في بيد ريست على الليفت لاترال بوزيشن مشان ازود الفينس ريتيرن والبلاسنتا البلاسنتا بلاد يصير سفشنت بلاد للبلاسنتا اذا كان البيبي عايش كمان وما اضغط على الكورد. بدي اعمل منتين بيد ريست، بدي احطها في بيد ريست سيمي فاولر بوزيشن، بدي اعطيها اكسجين، بدي اعطيها اي في اكسس، بدي اعطيها هارتمان سوليوشن، سيرجيكال انترفينشن، انستيزيا، كروس ماتش، كل امور الاوبريشن بدي احضرها للست، بدي اولد الست اسرع ما يمكن مشان احافظ على البيبي وعلى الست. طبعا سيزيريان سكشن وسيزيريان بيرث. الان نخش على البلاسنتا بريفيا. في الابرابشو بلاسنتا قلنا مكان البلاسنتا في الفندس، البلاسنتا بريفيا لا، مكانها في اللور سيجمنت of uterus، المكان lower segment of uterus situated placenta lower uterine segment. يصير عند الست painless bleeding، painless bleeding heavy كتير and bright، heavy و bright، heavy و bright. في الأبراب شو قلنا ممكن يكون قليل وممكن يكون كتير، لكن اللون dark dark لأنه جاي من اليوترس من فوق ما بينزل، بصير له مجموعة من التغيرات فبصير له تشينج للكلر، فبصير لونه مائل للبني في حالات الأبرابش بلاسنتا، دارك في الأبرابش بلاسنتا. بلاسنتا بريفيا كلمة مفصلية هيفي برايت ريد، برايت ريد نربطها بلاسنتا بريفيا، دارك مع الأبرابش بلاسنتا. طبعا إذا أنا اكتشفت البلاسنتا بريفيا من بدري عن طريق الألترا ساوند
هذا بسهل عليها كتير. بدها اوصي الست انه ايش تهتم بالبيدريست بالبيرودوفريست بالتغذية بالنشاطات. طبعا كل انواع البلاسنتا بيتم تشخيصها والبليدنج عن طريق الالترا ساوند. في عندي تايبس اوف بلاسنتا بريفيا، في عندي ثلاثة تايب: مارجينال، بارشال، توتال اور سنترالي. المارجينال من اسمها جزء يعني جنب، لو لاينج بلاسنتا يعني الان اللور سيجمنت اوف يوتراس، بتلاقي البلاسنتا مزروعة في اللور سيجمنت اوف يوتراس، هذا نسميها مارجينال. طبعا بعيدة يعني جنب فتحة السيرفكس، جنب فتحة السيرفكس مزروعة. البارشيال البلاسنتا جزء منها مزروع فوق فتحة السيرفكس والجزء الاخر في اللور سيجمنت اوف يوتراس. التوتالي انه كل بلاسنتا انزرعت فوق السيرفكس، مغطية السيرفكس كلها هيتها. طبعا الست على الاغلب لازم تولد سي اس. السانز والسمتومز تبعت البلاسنتا بريفيا: ثيرد تراي مستر بينلس برايت ريد بليدنج، نتيجة انه في برشر من البيبي ومن حجمه والانجيجمنت تبع البيبي، حيصير في الثيرد تريمستر برايت ريد بليدنج، برايت 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 ريد بليدنج. انكريز وذ سيكشوال انتركورس، سوفت يوترس انيميا، الترا ساوند كونفيرميشن. طبعا كل ما زاد البرشر على الست كل ما زاد البليدنج. مشان هيك لو جاتنا ست عندها بليدنج بدي اطلب كول فور هيلب. اهم شيء كل انواع البليدنج كونترا انديكيشن اني اعمل فاجينال اكزام. كل انواع البليدنج كونترا انديكيشن اعمل فاجينال اكزام. بدي اشوف الفيتال ساينز والفيتال هارت ريت والبلاد لوس، بدي احط على الليفلاترال بوزيشن او الريكفري بوزيشن علشان انا احسن كميه البلاد الواصله للبيبي. بدي اشوف الاي في سوليوشن وترانسفيوجن، اذا كان بليدنج كتير بدي نقول لها بلاد وبلازما. بدي اعطيها بيتا ميسازون اللي هي الديكورت، بعطي الست 12 ملي جرام ديكورت، وبعد 12 ساعة بعطيها كمان 12 ملي جرام ديكورت. الهدف من الديكورت البيتا ميثازون، بيتا ميثازون اللي هي الديكورت، اني ازود اللانج ماتيوريتي للبيبي، مشان لو الست ولدت بري ماتيور يكون البيبي اللانج تبعته ماتيور، ما يخشش في الريسبيراتوري ديستريس. طبعا كارش بيدريست و in case of light bleeding prepare for preterm birth or cesarean section، بدي احضر الست لولاده مبكره او cesarean section. زي ما حكينا never 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 PV لاي حاله من انواع الفاجينال بليدنج. واذا كنت انا مضطره اعمل PV يكون skillful person with caution، skillful person with caution، مش اي شخص يجي يعمل PV، لازم شخص يعني خبير جدا جدا وسكوشن يعني بالراحة زي ما بنحكيها بالراحة بالبلدي. على الاكتوبيك بريجنانسي من اسمه اكتوبيك خارج الرحم، انه الست بيصير لها الزيجوت انزراع في خارج الرحم وغالبا في الفالوبيان تيوب، ممكن يكون في الابدومن، ممكن يكون في الفالوبيان تيوب، ممكن يكون في الاوفري، ممكن في السيرفكس، لكن على الأغلب في الفالوبيان تيوب 90% من الاكتوبيك بريجنانسي. الصان والسومتوم تبعت الاكتوبيك بريجنانسي انه الدورة هتختفي، ايرلي ساينز مي بي اوبسكيور، فيش ايرلي ساين الها. فجأة بعد شهر او شهرين غالبا من 8 ل 12 اسبوع، من 8 ل 12 اسبوع بيصير سبوتينج، شوية بلد تنقط على الست. صدن knife like right or left lower abdominal pain radiating to shoulder، فجأة الست يعني بتقولها ممكن انا تعبانة او اشي زي هيك، بتاخدها شوية بتدرست على انه يروح لبليدنج. فجأة بصير عندها severe knife pain، سكاكين بتقطع فيها الست. هذا الالم بيمتد على وين؟ على الشولدر. اذا وصل الشولدر البين معناته عندي فالوبيان تيوب رابشر، فالوبيان تيوب رابشر. إذا صار عندي فالوبيان تيوب رابشر معناته انترنال هوموريج. يبقى الساين والسيمتوم تبعت الاكتوبيك بريجنانسي في البداية بكون سبوتينج اوف بلاد،
بعديها بصير sudden knife pain, knife like pain, إنه بصير سكاكين تقطع في بطن الست. هذا الألم بيمتد للشولدر. إذا وصل الشولدر معناته إنه في عندي فالوبيان تيوب رابشر. إذا صار عندي رابشر في أي internal organ النتيجة النهائية حيصير في البداية شوك, بعدين نوصل للإنترنال هومرج, إبسكيورد هومرج, في نزيف داخلي. طبعا النزيف الداخلي أول أعراضه اللي هي الشوك. الرابشر طبعا زي ما قلنا من 8 إلى 12 أسبوع طبعا, لأنه حجم البيبي حيكبر. الفالوبيان تيوب لها حجم معين, إذا كبر عن هذا الحجم حيعملها رابشر. الكوزز تبعت الإكتوبيك بريجنانسي بيلفيك إنفلاماتوري ديزيز زي الجونوكوكاس كلاميديا, تي بي انفكشن يعني سالبنجايتس, في انفكشن في الفالوبيان تيوب. اذا في انفكشن في الفالوبيان تيوب معناته انه ممكن يصير عندي اكتوبيك بريجنانسي. اف بريجنانسي اوكرز وذ ان انتريوتران كونتراسيبتيف ديفايس, اذا الست كانت حاطه لولب ممكن يصير عندها اكتوبيك بريجنانسي. اذا كانت الست قبل هيك عامله تيوب ليجيشن اللي هي عاملة ربط لقنوات فالوب بدهاش تحمل, والآن إيش خلاص صارت بدها تحمل, راح عملوا قط للعقد تبعت التيوب الليجيشن ورجعوا عملوا ري أنستيموسز يعني قط أنت أنستيموسز يعني بعد ما ربطت رجعت إيش فتحت التيوب. هذا ممكن يصير سكار في مكان التوصيل فيعمل أكتوبيك بريجنانسي. بريفيس اكتوبيك بريجنانسي قبل هيك صار عندها اكتوبيك بريجنانسي. بريفيس انترا ابدومينال انفكشن بروتونايتس, عند الست قبل هيك صار بروتونايتس. طبعا اذا انا اجيت اعمل بي في للست وصارت تقول الست انه البي في بوجعني كتير, هذا معناته اكتوبيك بريجنانسي. طبعا لما بدي اعمل زي ما حكينا بي في لازم يكون ايش كوشن يعني بحذر شديد, يعني كل انواع البليدين قلنا ممنوع نعمل بي في كونتر انديكيتد لكن وز كوشن ممكن. مولر بريجنانسي اللي هو الحمل العنقودي, طبعا الحمل العنقودي بري كانسرس تيشو يعني بدايه كانسر, بداية كانسر المولر بريجنانسي. طبعا like grape زي العنقود العنب, like grape resemble grapes زي عنقود العنب. طبعا signs of pregnancy are exaggerated يعني لو انا جيت عملت HCG اللي هو هرمون الحمل حلقيت too high يعني اضعاف مضاعفة. الفوميتنج يعني احنا بنقول نوزيا وفوميتنج لكن هذا سيفير نوزيا اند فوميتنج. طبعا بكون عند الست بري اكلامس هايبرتنشن من البدايات, بصير عندها ايرلي بارت اوف ذا سكند تريمستر من البدايه بصير عندها بري اكلامسيا. الاش سي جي زي ما حكينا تو هاي, هيفي بليدنج, دايليتد سيرفكس, اليوترس لارجر ذان ديتس اند سوفتر ذان نورمال, انه لو انا الست حامل مثلا 12 اسبوع جيت بدي اعملها فند ليفل بلاقيه عالي, بلاقيه لل 12 اسبوع في المولر بريجنانسي موصله الامبيليكاس او اكثر من الامبيليكاس. بارشل اكسبالجن اوف برودكتس اوف كونسبشن ذات ريسمبل جرابس, لو انا اطلعت على الاشياء النازله من الست بلاقيها زي عناقيد العنب. المانجمنت بدي اعمل مانوال فاكوم اسبيريشن, بدي اعملها فاكوم سكشن, بشوف ال اتش سي جي وبدي اشوف البري اكلامسيا. طبعا البريك لمسه حكينا بلد هاي بلد بريشر وبروتين يوريا, بدي اعملها فولو اب للبليدنج. طبعا بدي اشوف الفاجينال اكزاميناشن, بدي اعمل الترا ساوند اشوف هل نظفت انا اليوترس بشكل كامل من الجريبس. بدي اشوف الست اذا كان الار اتش نيجاتيف, اذا كان الار اتش نيجاتيف عندها بدي اعطيها انتي دي. طبعا بننصح الستات اللي بصير عندهم مولر بريجنانسي على الاقل سنه كامله ما يحملوا, يروح يستخدموا لهم اي وسيله من وسائل منع الحمل حتى ما يصير عندهم حمل, ونضلنا نعمل فولو اب للاتش سي جي مشان نتاكد
انه الموراي بريجنانسي ما رجع عند الست، وانه هذه الكانسرس تيشو ما رجعت. طبعا بدي اخذ الجريبس هذه واوديها على الهيستولوجي مشان اشوف نوعيتها، هل هي بناين تيومر ولا ميتاسيسز ولا بري كانسرس تيشو، واعرف ايش الماهيه تبعتها. طبعا لحد هذه اللحظه احنا وقفنا المحاضره تبعتنا اليوم. يعطيكم العافيه.